بالبداية رح أروح لطوني سيف، رئيس نقابة صناعة الخبز. صباح الخير أستاذ توني. صباح الخير. ألو بونجور أستاذ سيف. صباح الخير. ألو ألو صباح الخير. يعطيك العافية. يعطيك العافية أستاذ توني. بالنسبة لقصة الخبز لوين رايحين؟ أنا مش عم بسمعك عبدو. بالنسبة لقصة الخبز لوين رايحين؟ ألو؟ إيه نعم عم بسمعك. بالنسبة لموضوع الخبز، نعم هلا الخبز معمل بالسوق وما في مشكلة، ولكن المشكلة هي لحد هلا ما صار في استيراد قمح وخلق أسواق بديلة لحتى نقدر نجيب قمح على ربع البلد، والقمح يوصل خلال شهر ونص لأنه عندنا مخزون بيكفي لشهر ونص. نعم. الموضوع اليوم متعلق بهالنقطة بالذات، فتألفت لجنة وزارية لمتابعة موضوع الأمن الغذائي وخاصة القمح، وتكلفت بإيجاد أسواق بديلة للقمح غير أوكرانيا. هلا اللجنة عم تشتغل على الموضوع، وإن شاء الله إنه بأسرع وقت ممكن يجدوا أسواق بديلة، ووصل سودان كمان يتعاون ويتجاوب يحول أموال للخارج، لأنه ما حدا اليوم ببيعنا على الثقة. بدك تحول الأموال للخارج وتربط القمح وتدفع حقه لحتى تقدر تستورده على لبنان. وإن شاء الله هذه خطوة يعني يقوموا فيها لجنة، تقوم فيها لجنة وزارية على رأس وزير الاقتصاد بأسرع وقت ممكن، إنه يقدروا يوجدوا الحلول ويوجدوا الأسواق البديلة نقدر نأمن قمح للبلد. طيب رح يصير في ارتفاع بسعر الربطة؟ طبيعي رح يكون في ارتفاع، يمكن لين يطلع أسعار جديدة، لانه كل المواد الاوليه المتعلقه بصناعه الرئيسيه هي ارتفعت. لما بتقول استاذ انه في مفاوضات عم بتصير لايجاد اسواق بديله، اول شيء هون في مسالتين بدنا نتوقف عندهم. اول مساله انه في طلب عالمي مخيف على القمح، يعني نحن مفترض بسرعه نكون بتينا هذا الموضوع وحجزنا اللي بدنا نحجزه، والا بتكون راحت علينا. ثانيا اسواق بديله، صحيح في اسواق بديله، بس اسواق بديله بتكون بغير كلفه، كلفه شحن مختلفه، كلفه حتى كلفه القمح مثلا من استراليا وكندا تختلف تختلف عن كلفة القمح بأوكرانيا وروسيا، صح؟ أستاذ توني عم تسمعنا؟ أنا مش عم بسمع، الصوت كثير ضعيف، ما في رسالة، ما عم بسمع. عم نقول إذا تختلف الأسعار ما بين أستراليا مثلا وأوكرانيا الأسواق البديلة، يعني بالنسبة للأسواق البديلة وكلفة الشحن، صحيح؟ طيب شكرا لك استاذ توني سيف، بدنا نقول له الحمد لله على السلامه. على كل حال بدنا نقول لك ربنا يعطيك الصحه، شكرا لك. رح نتابع مع عناوين الصحف الصادره صباح هذا اليوم بانتظار انه ناخذ موضوع اخر أكيد. بحلقتنا رح نبدا مع صحيفه النهار. تضيق الخناق على كييف والأنظار إلى أنطاليا، وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا يلتقيان اليوم، وصورة من مشاهد الحرب، تخبط كامل بين أزمات المحروقات والأمن الغذائي على المستوى اللبناني. نروح مع صحيفة تانية يلي هي صحيفة الأخبار. ماذا فعل الـNGOs في أوكرانيا؟ كل الأسعار سترتفع، وبالصورة السنيورة للحريري رغما عن قرارك، يعني بده يترشح. واضح. وبدها عم تتحدث الصحيفة كمان عن موقف تصعيدي قد يسجل لسعد الحريري بالقريب العاجل. في البناء. البناء عنونت على الشكل التالي: بوتين يقطف أول ثمار الحرب، وزيلينسكي يبق البحص، نقبل الحياد ونريد ضمانات. روسيا رابح أول من العقوبات، تليها إيران وفنزويلا، وأوروبا أول الخاسرين. ترحيل الميجا سنتر إلى الدورة المقبلة، والترشيحات إلى 1000 خلال 5 أيام. القومي يحيى عيد مولد باعث النهضة، أنطون سعادة في صيدا والمتن الأعلى ودمشق والسويداء. في صحيفة الديار لازم تكون الديار: الشائعة مشبوهة، هزت الدولار والأسعار ارتفعت والآتي أعظم، حزب الله رفض التمنيات الأمريكية بضم حمية إلى لجنة الترسيم. نتابع مع الصحف أيضا ونصل إلى صحيفة بعتقد هلأ الجمهورية: السلطة تملأ الفراغ السياسي بالاشتباك، وبالصورة صفقة كاملة متكاملة على الأبواب بين روسيا وأمريكا وغيرها من الدول. نوصل لكاريكاتور
أنطوان غانم بالجمهورية بريطانيا، بوتين يجب أن يفشل، عم بيشد له دينتو بوتين لرئيس بوريس جونسون. الوزراء البريطاني. هذه كانت أبرز عناوين الصحف.